السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا فرحانين وناشطين. يا ربي يا ربي، كيف بقيتوا مع العيد ديال العيد؟ ايوا الحمد لله، كل شيء كيدوز، اللهم لك الحمد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الراس ديال الحولي، وغادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا حتى اللحم. اللحم مريقه هكا يا ديال الملج، ان شاء الله غادي نديرها دغيا دغيا، لان بنات اختي ان شاء الله غادي يجيو عندي في العشيه، وضروري غادي ندير لهم هكا ندوقهم من الماكله ديال العيد. صراحه ما عنديش الوقت بزاف، ولكن خاصني ضروري ندير لهم شي مريقه هكا من الحيمه ديال العيد، حيت ما حضروش معانا. والمهم البنات، نبدا معكم لا فيديو ان شاء الله. واول حاجه نشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم، على التواصل ديالكم معايا، لهلي خطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف البنات على التعليق. صراحه كنفرح صراحه ملي كنشوف شي تعليق، حتى كنقول لا ما نحطش اليوم الفيديو، ولكن ملي كنشوف شي تعليق بحال هكا تيشجعوك وهذا، كنتحمس وكنوض كنكمل معكم لي فيديو اللي كنكون بادياهم وتنحط لكم باش نبقاو دائما على تواصل. المهم اول حاجه البنات، هاد ليكرون هذا سانسكري اللي كنت صورت لكم باللي راه وصلني، وصراحه زوين بزاف، قلت لكم الا جربتو عجبني غادي نشاركو معاكم. المهم زوين زوين بزاف البنات، مرطب كيرطب، وغادي نجربوه قدامكم. ما كيديرش هذيك، ما تيكونش باين نهائيا، ماشي زعما بحال فوندوتا، تيكون كيتشرب مع البشره، كيتشرب زوين صراحه، زوين بزاف. ماشي ما فيه لا ريحه لا والو، ممكن تديروه تحت من عينيكم فوق من عينيكم، ماشي مشكل، ما كيضرش ما كيحرقش في العينين، ومرطب البنات مرطب. انا راه كنديرو في الصباح وفي العشيه، عرفتي زوين. هانتوما البنات، البشره كتكون فيها واحد اللمعه زوينه، وكيبان نقي، وما كيكونش باين كما قلت لكم، حتى الا خرجتي للشمس ما كتوليش ليك الوجه ديالك احمر بزاف بالشمس، ما كيكونش كاع نهائيا، عادي عادي بزاف، يعني راه كيبروتيجي البشره ديالتنا. والواحد خاصو يعاودو كل ثلاثه ديال هذا ديال الساعات يعاودو على البشره ديالو، واخا تكوني جالسه في الدار ديريه، راه تيكون عاطي المفعول ديالو. بصراحه زوين بزاف، كاتبين عليه هنايا كريم واقي من الشمس، مقاوم للتقدم في السن، بعامل الوقاية الشمسي 50 بلس. طريقة الاستعمال قالك يوضع المنتج بسخاء على 30 دقيقة قبل التعرض لأشعة الشمس، ويجدد الاستعمال بانتظام، وخاصة بعد التعرق ولا السباحة ولا التجفيف. صافي هادشي اللي كاتبين فيه، صراحة زوين مرطب. بالنسبة واحد التعليق، واحد السيدة قالت لي على لي كلاص الايس كريم، مع شافتني ما كليتش الايس كريم في واحد الفيديو، ولكن راه تنقول ليها باللي رانا كناخذ لي كلاص ديال الناس ديال الحميه اولا الناس ديال السكريين، تيكون زوين. اللي هو سميتو غندير لكم تصويرته هنايا، سمارت كارب، واقيلا سمارت كارب، زوين ما فيهش الكارب، قليل بزاف، وقيل 4 ديال الغرام. بالنسبه للسكريات فيه نسبه قليله قليله ديال السكريات، وقيل غير واحد ولا منعت صفر يمكن، ما فيهش ولا كليتو، راه فيه الحلاوه، ولكن كتكون حلاوه طبيعيه ديال لي فخوي اللي داروا منهم هذاك لي كلاص. زوين تناكلو، ما كيطلع ليش السكر نهائيا، ولله الحمد. كما قلت لكم ديك النهاريات في الفيديو باللي اللهم لك الحمد تقد لي الخزان، وصل لي 6 شي حاجه قليله، اللهم لك الحمد، ولكن باقه كنتبعه الدواء ديالي، وباقه متبعه الحميه، نفس الخطه اللي غاديه اللي مشيت عليها مازال غاديه عليها. والنظام في الماكله صراحه راه هو كلشي، الا ما درناش نظام في الماكله راه ضروري غيطلع لينا السكر والطونسيون والكوليسترول وجميع الامراض. الواحد يديها في التغذيه ديالو تكون نظام غذائي صحي، والرياضه، رياضه المشي ما كاين ما احسن منها، والواحد يشرب الماء، يقلل من الملحه، يحيد السكر الا قدر يحيدو في خطره كاع، من غير الا كلا شي حاجه بحال هكايا قليله ديال السكر، تمره في النهار ولا في يومين ماشي مشكل.
صافي البنات هادشي اللي كاين و يلا معايا اختي غادي نوجد ان شاء الله الراس ديال الحاولي وغادي ندير المريقه وخليكم معايا غادي يعجبكم ان شاء الله الفيديو. غادي نعمر هنايا البرمه باش غادي ندير عليها الكسكاس وغادي نفور عليها الريوس اختي ديال الحاولي. الراس ديال الحاولي واحد قسمته ايوا اختي راه ما قسمته حتى غفر لي ربي الذنوب. صعيب 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 بزاف. المهم البنات هنايا عندي الراس قسمته على جوج وحيت منه هذاك المخ، حيت المخ بوحديتو حطيته في الثلاجه وصافي. وخديت دابا هذا الكمون والملحه غادي ندردروهم هكاك على الراس. هنا الراس بعد ما تشوط راه تغسل مزيان وتحك وداك الشيء صافي. كيعجبني يبقى فيه شويه ديال ديك الكحوله ديال التحماء ديال هذا التشواط، كيعطي فيه البنه زوينه صراحه. صافي البنات هنايا درت الملحه والكمون واختي غادي نديرو في الكسكاس باش غادي نردو يتفور. هي صراحه على البرمه والكسكاس كيشد الوقت، كيشد الوقت بزاف. انا كنت عاقله منين كنت في دارنا كانت ماما الله يرحمها كديرو على الفاخر الليل كامل. صافي البنات هنايا درت عليه هذاك البصله صافي. خديت بصله، الا كانت بصله صغيره ديروا ثلاثه ولا اربعه، ولا كانت عندكم بصله ديروا بصله وحده كبيره. قسمتها على جوج ودرتها على الراس باش كتعطي هذيك البنه، كتعطي البنه ديالها. صافي اختي هنايا غادي نبقى مضاربه مع هذيك البرمه والكسكاس حيت تبارك الله كبيره وشاد ليا هذيك المساحه كامله ديال الطول اللي ما بين الشوميني ديال البوطه والبوطه، عرفتي راه شاده ليا ديك البلاصه كامله. ايوا اختي بقيت مضاربه معاها مضاربه معاها حتى قديتها. صافي دخلتها هنايا غطيت هذاك الكسكاس خصو يتغطى ضروري. ايوا اختي وانا كنقول لكم صافي دابا يا اغفر لي ربي الذنوب هنا حجيت. ايوا هنايا دابا البنات غادي ندوز ضروري ما نوجد لي بروشيت الحيمات اللي كنت غسلتهم وقطعتهم ديك النهاريات معاكم خديتهم. غادي ندير لهم دابا الشرموله وباش غادي نقديهم الشرموله ديالهم درت لهم الثومه القزبور ومعدنوس مقطعين شويه ديال البصله والعطريه العاديه. ايوا اختي غادي ندير حتى صدر ديال الدجاج حيت انايا كما كتعرفوا ما غنقدرش ناكل الغنمي بزاف ضروري ما ننوعو شي شويه. خديت حتى صدر ديال الدجاج حتى هو غندير ليه نفس العطريه تقريبا، غير انا ما كنقويش عليه بزاف باش كتبقى في ديك النسمه زوينه. وغنزيد الثومه على هذاك الخليط ديال القزبور مع الدنوس والبصله وغادي ندوز اختي باش غادي نقطع صدر ديال الدجاج. غادي نديرهم دي ترونش هكايا سلايتس كما تقولها سلايس يعني طويولين ورقاق باش هكذايا نقليهم غير فوق البوطه على شويه ديال الزيت كيجيو البنات هائلين زوينين. المهم هنا غادي نقطعهم سلايتس كاملين رقاق على هذا الشكل هكا، شفتي كيفاش تيجي. وغندير دابا اليوم العطريه اللي غادي ندير فيها الزعتر البنات كيجي زوين بزاف مع هاد التخليطه ديال الدجاج كيعطي واحد المذاق رائع. المهم هنايا درت واحد الحفينه ديال الزعتر، درت شويه ديال البصله مع شويه ديال الربيع، ما كنكثرش الربيع فيه بزاف، بعض المرات ما كنديروش كندير شي حاجه ديال العطريه غير قليله. غادي ندير شويه ديال البزار هانتوما تقريبا معلقه صغيره على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا غادي ندير هاد اول بي هادو سيزينين كتكون شويه مالحه وكتكون فيها واحد بعض العطريه اللي كتجي المذاق ديالها زوين وشويه حار. المهم هادي ممكن ديرها مع الحوت مع الدجاج وحتى مع الفريت، بعض المرات كنديرها كنرش على الفريت من بعد ما كيطيب. المهم هادي اختياريه، الا ما كانتش عندكم ديروا الملحه عاديه. غادي ندير التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، غندير غير شويه ما كنكثرش منه. درت الراس ديال معلقه صغيره وغادي ندير الثومه بودره حتى هي كتجي في المذاق ديال الدجاج كتجي زوينه. في المارينيد ديالها ضروري ديروا فيها ثومه غبره. هنايا البنات غندير واحد شويه ديال الهريسه كتجي حتى هي زوينه. المهم اختياريه اللي كيبغي الحار. وغادي ندير البنات لاموطارد، لاموطارد ضروري حتى هي كتعطيها واحد الحموضه وبحال الا كتخمرهم كيجي المذاق ديال الدجاج زوين. غادي ندير ليه حتى الخل اولا الحامض اللي موجود عندكم، انا عندي الحامض درت واحد شويه ديال الحامض هكا عصير ديال الحامض اولا الخل. صافي البنات وغادي نخلطهم كيجيو البنات رائعين. شوفوا التتبيله كي كتجي، ممكن طيبوهم ديك الساعات ممكن تخليهم في الثلاجه تلقايهم جاهزين.
وغادي ندوزو على البنات نصيب هذوك العطريه اولا الشرموله ديال القطبان. مهم هنايا القطبان مشللين غسلتهم مزيان خليتهم كيتسقطرو في هذاك الكسكاس، وغادي ندير ليهم العطريه دابا اللي هي القزبور مع الدنوس البصله، وغنزيد عليه العطريه اللي فيها شويه ديال البزار. انا كندير عيني ميزانيه البنات، ما نقدرش نقول لكم معلقه كبيره ولا عامره، عيني ميزاني نتوما والذوق ديالكم. درت فيه شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ما تقويوش اي الملحه بزاف. انا راه درت واخا درت معلقه، ولكن عندي تقريبا ثلاثه ديال المعالق ما عامرينش صغار، ولكن راه عندي اللحم بزاف فيها. درت شويه ديال الخرقوم البلدي، درت شويه ديال الفلفل الاحمر التحميره، وغادي ندير سكينجبير ضروري من سكينجبير. كاينين البنات اللي كيديروا غير البزار والملحه وشويه ديال الحار والثومه، ولكن انا ضروري كندير هادشي كامل. بالنسبه للكمون ما غاديش نديرو فيه دابا حتى يطيبوا، عاد كندردر عليهم الكمون في الماكله صافي. وغادي ندير عليهم يا الحامض يا الخل. الخل كيجيهم كيعطيهم واحد الرطوبه وكيجيو فتيين من بعد الثياب صافي. الحامض يا الخل صافي، ونخلطهم مزيان. البنات عرفتي اللون ديالهم جا زوين، راه غير ما باينش بزاف في الكاميرا. ايوا لالا، وكل ديريهم بالصحه والراحه طيبيهم ولا ديريهم في الثلاجه. ايوا البنات دابا اختي الراس باقا شاده معاها ستون، كل مره نقلبو كنلقاه باقي ما طابش. هنايا البنات غطيته من الداخل، درت عليه هذاك الكاغيط ديال الفران، هذاك الورق ديال الفران، وغطيت حتى البرمه من الفوق بداك الثوب ابيض باش كيشد ليا دغيا دغيا الطياب وكترجع عليه هذوك السخونيه. ايوا اختي هنايا صافي، هنايا راه تبارك الله طايب طايب. ها نتوما شوفوا البنات طايب حتى من المخ، راه هو المخ البنات ما درتوش مع الراس من الاول، حتى طاب ليا شويه هذاك، حتى طاب ليا الراس تقريبا صافي طاب. عاد جبت هذاك المخ من الثلاجه وحطيته حتى هو دغيا كيوجد ودغيا كيطيب هذاك المخ صافي. هنايا البنات الراس جا رائع واكثر من رائع، عرفتي دايب كالزبده. نتمنى الى مازال ما طيبتوش الراس الحولي جربوه، وتبارك الله راه كلشي الاغلبيه كيدير ليه بحال هكا. انا ما كنسدش عليه كاع في الكوكوط لا والو، كنطيبو ديريكت في البرمه والكسكاس كما معتادين عليه. ما شاء الله طيب 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 طيب، ما شاء الله شفتوا اللحم كيفاش محيد. ها غزال هادي راه العين هادي تبارك الله، ها انت هاي شتيها زوين طايب 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 على مزينات. ايوا اختي حطيت ليا واحد شويه ديال اللحم ديال الراس، وكليت اختي شويه رجا في الله. كليت منو عجبني بزاف، اللهم لك الحمد. ايوا بصحتكم وراحتكم تانتوما اختي، ما نشهيكم شيء، وسمحوا ليا الا شهيت شي موحمه اختي تسمح ليا، ولا شهيتكم الناس. بصحتكم تانتوما، خيركم في داركم اختي، خيركم في داركم. درت الحيمات ديال الهبره، ودرت معاهم العطريه العاديه ديال اللحم. هنايا درت فيها شويه ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ما عامرش ديال الملحه، البزار، ودرت شويه ديال القزبر مطحون صافي. البنات هادشي اللي درت فيها. اييه هنايا غادي ندير عويدات ديال القرفه، وهنايا دايره الزعفران الحر كنتسناه يطلق شويه باش نروي به صافي. وغادي نزيد عليه الزيت، وغادي ندير معلقه ديال السمن. ما البنات درت غير شويه ديال السمن صافي، يطلق هذيك البنه ديالو. وغادي ندير الماء ديال الزعفران الحر. هو الصراحه هاد المريقه كنديرها باش غادي يجيو عندي بنات اختي ان شاء الله، ما كانوش حضروا لي معنا في العيد. ايوا اختي غادي ندير اليوم هاد المريقه ان شاء الله، نتجمعوا عليها في العشيه صافي. غنخليه يتقلى واحد شويه، وغادي ندير ليه الزيت. ما البنات ها هو كيتقلى، عرفتي زوين صراحه الحمد لله، خرجت لينا اللحيمه زوينه صراحه، احسن من العيد اللي فات. العيد اللي فات راه ما نعاودش لكم الشحمه اللي كانت، دابا الحمد لله. هنا دابا غادي نزيد ليها شويه ديال الزيت، غادي ندير غير الزيت العاديه، ندير بحال هكا من الجنب صافي، غير شويه باش ما يكونش عندي ليدان بزاف في الماء. نتوما البنات غادي ندير دابا البصيلات هكا، غادي نحطهم غير طريفات هكا، ولا ديروا البصله بصله وحده صغيره
البصله راه كتذوب، من الاحسن بلا ما تقطعوها ولا تشردوها ديروها غير بحال هكايا كلها كتذوب. غادي ندير ربيطه ديال القزبر ومعدنوس، ها نتوما، وغادي ندير اختي الثومه، الثومه حكيتها صافي، وغادي نروي اختي بالماء. الماء دافي اولا سخون، ونخلي اختي اللحم يطيب مزيان. الصلاه على النبي، ها مزيان دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليه. تبارك الله البنات، طاب اللحم، ها نتوما، ها شوف شتي كله تحل. ها المهم غادي نخليه مازال يزيد يشرب المريقه، وهو مازال يزيد يتعسل اولا يدغمر مزيان، ويزيد هذاك اللحيمه تزيد تولي كي الزبده. ها نتوما البنات، خليه غير شي شويه يدغمر. والبصله شوفوا البصله كيفاش كولات، شتي راه كلها مشات كلها دارت تبارك الله. I remember when we were staring at photos.